السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة، الفنانة منة فضالي طلعت وأعلنت إن هي اتنصب عليها في تركيا. أقول لكم تفاصيل الموضوع، وكمان أتكلم معاكم النهاردة عن ريم مصطفى. ريم مصطفى اللي اسمها ارتبط بمحمد صلاح، وبيقولوا إن في علاقة عاطفية تربطهم. أقول لكم حقيقة الخبر، وكمان أتكلم معاكم النهاردة عن العروسين يا جماعة اللي توفوا يوم الصباحية، والسبب هقول لكم عليه. وكمان اتكلم معاكم النهاردة عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد خضوعه لعملية في عينه بعد ما حصل له قطع في الشبكية. هقول لكم كل التفاصيل. اتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. وقبل ما ابتدي، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة السنة الجديدة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يخليها ان شاء الله سنة سعيدة علينا، وان شاء الله كل اللي نفسه في حاجة ما عملهاش السنة اللي فاتت يعملها السنة دي. بصوا بقى، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع النصب على الفنانة منة فضالي في تركيا. الفنانة منة فضالي طلعت على الانستجرام امبارح وأعلنت إن هي اتنصب عليها وهي في تركيا حاليا. طب ايه الموضوع او ايه اللي حصل؟ اقول لكم شوية تفاصيل. منة فضالي تتعرض للنصب في تركيا. كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن تعرضها للسرقة أثناء وجودها في اسطنبول على يد رجل يحمل جنسية إحدى الدول العربية. وقالت منة إنه يمتلك شركة لتأجير السيارات في اسطنبول، ورفض استرداد مبلغ 2400 دولار بعد المعاملة السيئة التي تلقتها من أحد السائقين الذين يعملون لديه. وشاركت منة فضالي متابعينها صورة للرجل الذي نصب عليها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام، وعلقت عليها وقالت الرجل ده نصب عليا وخد 2400 دولار عنده شركة تأجير سيارات في اسطنبول ورفض يرجع لي فلوسي. خلي بالكم، بصوا يا جماعة، الموضوع ان هي في تركيا وهي هناك بتأجر سيارة أو عربية تتحرك بيها في البلد، فكانت مأجرة عربية من الشخص ده. فلما ركبت مع الشخص ده، طبعا بيبقى جاي مع العربية السواق، بتقولك إن السواق ده كان بيعاملها معاملة مش عاجباها، فقالت خلاص أنا هني الشغل معاكم وعايزه فلوسي اللي هم 2400 دولار. فالراجل رفض ان هو يرجع لها فلوسه وقال لها لا تكملي البرنامج بتاع او تأجير العربيات من عندنا، مثلا قاعده اسبوع قاعده اسبوعين، فهتأجر عربيه تتحرك بيها في البلد من عنده. فهي رفضت وقالت له لا انا هتعامل مع شركه تانية. هو رفض يرجع لها فلوسه وقال لها ما فيش ترجيع فلوس، مش هرجع. فهي اعتبرت ان ده نصب وطلعت وكتبت على صفحتها الرسميه ان هي اتنصب عليها. الموضوع الثاني، موضوع ريم مصطفى وارتباط اسمها بمحمد صلاح. واخبار بتقول لك ان ريم مصطفى في ما بينها وما بين محمد صلاح علاقه عاطفيه، والكلام ده اساسا غير حقيقي بالمره. ايه الموضوع؟ هقول لكم شويه تفاصيل. ريم مصطفى وسر ارتباط اسمها بمحمد صلاح. بصوا، تفضل ريم مصطفى ابعاد حياتها العائليه عن الاعلام، الى انها كشفت بعض التفاصيل من قبل وانها خاضت تجربه الزواج ولديها طفل، مشيره الى ان تلك التجربه كانت مهمه للغايه في حياتها، وما زالت علاقه الصداقه قائمه بينها وبين والد طفلها الذي انفصلت عنه بسبب الاختلافات، قائله والد نجلي رجل محترم تربطني بيه علاقه صداقه. واوضحت وقالت قرار الطلاق الاصوب بالنسبه الي، طليقي وقف بجنبي في التمثيل وكان داعما كبيرا لي في المجال، وشريك حياتي القادم لابد ان يكون داعما لي وليس عبئا عليا. زواج ريم مصطفى جاء في سن صغير، فهي تزوجت وهي عندها 19 سنه وانجبت ولد، ولكن تم الانفصال بعد 10 سنوات تقريبا من الزواج. مؤخرا ارتبط اسم ريم مصطفى باللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، وخمن الجمهور وجود علاقة تجمع بينهما، وذلك بسبب متابعة صلاح لها على السوشيال ميديا، على الرغم من عدم متابعته لأي حد من نجوم الفن، لكنهما تجاهل هذه الأنباء ولم يعلقوا عليها نهائيا، وهو ما جعل البعض يعتبر أن الأمر مجرد شائعة تلاحق المشاهير. يا جماعة،
كل اللي عمله محمد صلاح ان هو عمل لها متابعه على الانستجرام والفيسبوك. من بعد ما عمل لها متابعه طالعين يقول لك اصل ريم مصطفى تربطها بمحمد صلاح علاقه عاطفيه. لا يا جماعه، محمد صلاح متجوز وبيحب زوجته وعمره ما يعمل حاجه زي كده، ده راجل حاجه كده قيمه وقامه زي ما بيقولوا. والموضوع اشاعه، بس اشاعه عشان عمل لها متابعه على الانستجرام والفيسبوك. الموضوع الثالث موضوع العروسين. العروسين اللي ماتوا يا جماعه اتجوزوا بالليل، والاهالي طبعا كلكم عارفين ان العروسه والعريس بيتجوزوا، وتاني يوم الاهل بتروح تصبح على العروسه والعريس. راحوا يصبحوا على العروسه والعريس، يخبطوا على الباب، الباب ما بيفتحش، كسروا الباب، دخلوا لقوا الاثنين متوفيين. والسبب يعني انا من كتر ما قلت وحذرت تعبت، والله تعبت. السبب الدفايه. الدفايه يا جماعه هقول لكم شويه تفاصيل وايه الموضوع بالظبط. كشفت المباحث الجنائيه بإنا السبب وراء مسرع عروسين بقريه الرحمانيه في نجع حمادي شمال إنا بعد ساعات قليله من زفافهم. واثبتت المعاينه المبدئيه لموقع الحادث ان وفاه العروسين حدثت بسبب الاختناء الحاد من الدفايه المستخدمه للتدفئه. طبعا المتوفين العروسه والعريس هقول لكم اساميهم بالظبط. اشرف العريس اسمه اشرف، وزوجته جماعه اتوفوا ليله الصباحيه، هم لقوهم متوفيين ليله الصباحيه، بس هم الله اعلم بقى كانوا متوفين من بالليل ولا ايه اللي حصل. اللي حصل ان هم عملوا فرح واتجوزوا زي اي حد وروحوا بيتهم. الجو كان برد، شغلوا الدفايه وناموا ما قاموش. الدفايه طلعت بقى الله اعلم غاز ايه، اتخنقوا بسبب الدفايه اللي كانت شغاله في اوضه النوم. لا حول ولا قوه الا بالله. اتمنى منكم تدعوا لهم دعوه كويسه ان ربنا يرحمهم وان ربنا يصبر ذويهم. احط لكم صورهم عندي على الصفحه، بجد حاجه محزنه. لا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع الرابع موضوع تفاصيل الحالة الصحية لماجد المصري بعد ما عمل عملية في شبكية العين. الموضوع كشف الفنان ماجد المصري مؤخرا عن إجراء عملية ليزر في العين اليمنى لعلاج قطع في الشبكية داخل إحدى المراكز الطبية في أبو ظبي، حيث يتواجد حاليا لتصوير أحد أعماله الفنية. وكتب النهارده عملت عمليه ليزر في العين لعلاج قطع في الشبكيه في ابو ظبي، انا حاليا في ابو ظبي لان عندي تصوير، الحمد لله على كل حال واللي بيحبني يدعي لي. على فكره يا جماعه انفصال الشبكيه بيقول لك هو حاله غير مؤلمه ولكنها خطيره في العين، ممكن تؤدي للعمى يا جماعه، لو ما اتعالجتش ممكن البني ادم يتعمي. ف تفاصيل الحالة الصحية ان هو الوقت كويس الحمد لله، وعمل العملية في ابو ظبي في احد المراكز الكبرى هناك الطبية، وطلع من المستشفى. ولا قدر الله لا قدر الله اي حد عنده قطع في الشبكية او انفصال في الشبكية او الكلام ده كله، بيقول لك ان هي ممكن تحجب الرؤية وممكن تؤدي الى العمى نهائيا. لا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. وقبل ما اقفل كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا وعليكم.